نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كروياً. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. يضيع الركلة الأولى وهذا سيناريو صعب جداً. كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى، لكنها اصطدمت في خشبات المرمى. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. ثاني اللاعبين مسددين. يتصدى حارس المرمى للركلة. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. الآن الفارق ركلتين. ثم مع الثالث الآن يلعبها على اليسار. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. هل ينجح في زيادة الفارق من الأهداف؟ تصدي رائع، تصدي غير عادي من حارس المرمى، يجعل زملائه يفتخرون بهذا التألق، بهذا الإنقاذ. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. رابع لاعب ينفذ الركلة. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. الركلة الخامسة دائما ما تكون مهمة. سددها على يسار حارس المرمى. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. سنغال لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. سنغال لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. ركلات الترجيح أمر مهم جدا، أن تكون جاهز ذهنيا نفسيا، عالية على مستوى المعنويات، يكون عندك الثقة. هذه الأشياء توفرت في الفريق الفائز، لا خاسر كان مهزوز. يا لها من طريقة رائعة جدا في إنهاء المباراة بعد دقائق عصيبة جدا. المهم تحقق الفوز بعد هذا الجهد الكبير. الآن نودعكم على أمل أن نلتقيكم في مباريات كبيرة مثيرة، لا تذهبوا بعيدا، كونوا أوفياء مع هذه اللعبة الجميلة ومع هذه المباريات الممتعة. إلى اللقاء.